اصحى صح منك له يلا قوم. بعدين بقى على القلق ده على الصبح واحنا رايحين المدرسه ولا كنوش حضرتوا الفطار يعني وخايفينه يبرد؟ لا يا خفيف، الفطار هيحضره لك وكيل النيابه لما تروح له. نيابه؟ يا نهار كحلي. بقول لك يا باشا انا عايز اقابل نادر بيه حالا. انت فاكر ان نادر بيه فاضلك انت لوحدك بس؟ لا ما هو لازم يفضلي والا هطح نفسي عليكم. روح قول له سايب بشريه عايزك في مساله حياه وموت. والله والله ايوه انا بفشر عليك واتكى قوي على حياه وموت دي وهو هيفهم. حاضر فوق يلا يا اخوانا انا راجع لكم تاني. الله في ايه يا سيد؟ باشا باشا يا مهجة سيبيني انام شوية. مهجتين اللي هيجيبها هنا. اصحى يا باشا. تعالي تعالي بس في حضني شوية. يا عم انت بتتحرش في المنام. سيد يا ابني ما ترد عليا في ايه؟ كمل نوم انت يابا ولما مهجة تيجي هبقى صحيك. باشا يا سيد استنى وافهم. افهم ايه بس يا باشا؟ احنا ما اتفقناش على نيابة سعادتك. دي محاولة أخيرة. بص يا سيد أنا هحطك في كلبش واحد مع أبو العز الضفراوي. عرض النيابة ده هيبقى مجرد إجراء صوري عشان ما يشكش فيك. ودينا بنعمل محاولة أخيرة يمكن تعرف تطلع لنا منه بمعلومة. صدقني يا باشا أنا حاولت. ده طلع راجل حاويت قوي فرهدني جنبه طول الليل ما طلعتش منه بشيل الحرنكش. طلعت بمهجة. تنفعكم مهجة دي؟ لا طبعا ما تنفعناش. أنا من الأول وأنا قايل لك إنك هتعمل محاولة وإنك يا سيدي مش ملزم بحاجة لو فشلت. ولما قلت لك إن الموضوع ده بالنسبة لي مسألة حياة وموت أنا كان قصدي كده فعلا. سيد أنا جوز أختي رائد شريف مات امبارح وهو بيحاول يقبض على الراجل ده وساب لي ثلاث أطفال. أنا ملزم قدام ربنا وقدامهم إني أجيب لهم حقهم أو على الأقل أعمل اللي عليا عشان أجيبه. ها قلت يا سيد طب والحاج مش هكلبشوه؟ كلبشات خلصت يا ابن المحظوظة. الزاوية كان عايز منك ايه؟ ما فهمتش. مش فاهم حاجة من العالي والرعاشات اللي بتديهم لي في عليا دول. طب مش تقول ايه لازم بعين اليمين؟ ابن سعد الراجل ايدك معايا؟ ايدك يا عم معايا. ساتر يا رب ساتر. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله. تعالى يا باشا. ايوه ايوه. لا أيوة. لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله الا الله لا اله يلا بقى. باشا باشا تعالى باشا تعالى باشا انزل. انت ايه اللي جابك هنا؟ أنا لقيت الضرب اشتغل خدت العربية على جنب بس أنا قلبي كان حاسس إن ربنا هينجيك وتحتاج لي يا باشا. وزارة الداخلية مش هتنسالك الجميل ده أبداً يا بنيس الأسفل. اركب يا باشا. هو مين ده يا باشا؟ ده المتهم اللي جبنا له امبارح كباب. بمناسبة بقى إن ربنا نجانا عايزين نجيب له النهاردة رز بلبن. ربنا يستر عينه على مصر يا باشا. صباح الخير يا فندم.
صباح الخير يا بشير. صباح الخير يا هان. الأستاذ خرج؟ رشاد لسه قايل إن هو في مكتبه. طيب. سالم. أيوه. أنا ريهام أفتح. أنا مش فاضي دلوقتي، عندي حاجة مهمة بعملها. بسم الله ما شاء الله. دي فيلا مدير الامن حسيده بقى. حسابك كام يا باشا؟ معقول يا باشا؟ يعني الحكومه تجيب للشعب رز بلبن وكباب والشعب ياخد البندره؟ ابدا ابدا. يا بقول لك يا باشا، البندره دي بقى هديه من الشعب للحكومه. انت اصيل يا برنس الاسفلت. الحمد لله على السلامه يا سيد الرجاله. مهجه حياتي. هو انت مهجه؟ استلقي وعدك، بيسال عليكي من الفطار. الحمد لله على السلامه يا نن عينيا والنبي، ولا مليون نجفة كانوا هينوروا حياتي لو كنت غبت عني يا بيبي. ايه الاداء المبالغ ده كده؟ لو تعرفي وحشتيني قد ايه يا مهجه الروح. كانت اسود راس ليله سنه في حياتي، بس الحمد لله العيال خلعوا البضاعه والفلوس. فده كنوز الارض يا سيد الرجاله. طب ده انت الليله في حضنك بالدنيا وما فيها يا بيبي. والنبي انا اول ما جاني الخبر صوت اتنبح من كتر السويت عليك، فقعت لي مليون يا لهوي على 2 مليون يا خرابي. حبيبه قلبي يا باشا، الكلام مبالغ فيه، اما بالنسبه للارقام انا سايبها لك تراجعها انت بقى، مش هتكلم. بقول لك ايه يا بيبي، ما تقوم بينا على الحمام، مليت لك فل وورد وياسمين وفيهم مهجه كمان. هو انا لسه استنى الحمام، احنا نخش على عشينا وبعد كده نبقى ناخد غطس براحتنا. يلا بينا يا بيبي، لحسن انا مش على بعض. هلم يا عم، انا هلم معاكوا ولا بالنسبه للمحرم ده؟ هو المنزل ده ظروفه ايه بالظبط يا باشا؟ يا لهوي، مين ده سيد الرجاله؟ عندك حق. انت يا سيد اللي جابك هنا؟ ازاي؟ هيكون ايه اللي جابني يا باشا؟ انا جايب خاطري. يا كسوفيانا؟ طب والله كدابه، ده انت كنت